كما عودكم برنامج أطباق بلادنا أنه نحط الرحال في كامل ربوع الوطن، واليوم بالضبط جينا إلى ولاية عين دفلة مدينة خميس مليانة، بالضبط في حي الدرارة. راهي تسنى فينا خالتي فتحية في جنان ديالها باش طيب لنا الأطباق التقليدية الخاصة بهذه المنطقة. أرواحوا معايا. السلام عليكم، معكم سيدة فتحية من مدينة خميس مليانة. مرحبا بكم، شروق بنا، مرحبا بكم عندنا في دارنا متواضعة. مرحبا بك بنتي. الله يسلمك، الله يخليك، شكرا على حسن الضيافة. مرحبا بك، وإن شاء الله تعودوا تولوا لينا إن شاء الله. إن شاء الله في أطباق أخرى إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. خالتي فتحية، إحنا رانا متواجدين في خميس مليانة، بالضبط في حي الدردارة. في حي الدردارة. إيه، حكينا شوية باش مشهورة هذه المنطقة. هذه المنطقة مشهورة بالأطباق متنوعة، بصح اليوم حبيت أنا نوريكم الطبق الرئيسي تاعنا. الرئيسي المشهور بزاف. المشهور بزاف هو طبق الكسكس. وتعرفي الكسكس فيه بزاف أنواع. فيه بزاف أنواع. اليوم أنا اخترت لكم نوع هو قليل بزاف، الناس بالك ما يعرفوهش بزاف. بصح حنا بغيت نوريه اليوم. حبيتي تعرفينا بهذا الطبق. نعرفوا به، نعرفكم به. هذا الطبق تاع الكسكس يسموه هذا الكسكس الحلحال. حلحال. الحلحال. مدام فتحيه، نروحوا للمقادير لهذا الكسكس اللي فيه. ان شاء الله. ان شاء الله. كاين طعام. طعام مفتول تاع اليد. مفتول. تاع اليد. الحلحال. هذا حلحال راه مطحون. نيبسوه ونطحنوه. نحكوه ما بين يدينا. شي نطحنوه في لاباغاي ولا. غير ما بين يدينا. ما بين يدينا نحكوه يتفتت. كييبس. عندنا هذه البرده تاع الحلحال. هي في الاصل تاعها كي تنحيها دقيقة الأولى تكون موف. تكون موف. تكون كي الوردة. وردة وردة. وردة بنفسجية. ايه. ما تيبس، لازم تيبسيها، ما تقدرش تخدمي بها خضراء. لازم تيبسيها. في الظل، ما تيبسيش في الشمس. تفتوها في الظل وما تفتوها. بعد نفتوها باش نخدموا بها. نزيدوها للطعام. وتزرعوها غير في لا ما نزرعوهاش، تجي غابه في الغابه هي. في الغابه. في الربيع في الشتاء. لا تجي في الربيع. في الربيع. من الربيع للربيع تقدري تنحيه وتيبسيه وتخبيه في دارك. وتيبسيه. كي تحبي تخدمي به تخدمي به. تخدمي به. وفيه فوائد اكيد. فيه فوائد اكيد. اكيد اكيد. تقدروا ديروا تيزانه ولا ماشي غير طعام. ماشي غير طعام، تقدري ديري تيزانه هو بصح بالاخص يتكل طعام. يتكل طعام. يجي شباب بزاف مع الطعام. ومعروف بالطعام. معروف بالطعام.
الصفيرة الثانية، علاش ما نديروش الصفيرة الأولى؟ خلو لازم طعمه يكون طايب خطرة الأولى. لازم يكون طايب شوية. يكون طايب. في الثانية كي نرشوه ونزيدوا له الحلحال ونعاودوا نفوروه. نفوروه معاه. نفوروه معاه باش يعطينا البنة. البنة. في الطعام. الزيت ما نعاودوش، ما نعاودوش نزيدو نديرو، لا ما نديروش الزيت، الملح والحلحال، ايه الملح والحلحال، ونعاودو نخلوه شويه يواسي، بعد نعاودو نفوروه مره ثانيه هذا مكان، ونعاودو نقدموه مع الزيتون في الطبق تاعو بزيت الزيتون والسكر. واللي عنده الحسن يديرلو الحسن، يقدر يديرلو الحسن، كي يديرلو الحسن يكون صحي اكثر، صحي اكثر، خير من السكر، مع الزيتون ثاني شيء، الحسن وزيت الزيتون، مع بعضهم، تنحي السكر وديري الحسن، نقدروا. نقدروا اللي عنده امكانيات، اللي عنده حسن، كل واحد ومقدوره، كل واحد ومقدوره. مشاهدينا الكرام، كما قالت خالتي فتحيه، نخلو الطعام تاعنا يفور، نعاودو نولو مع تفويره ثانيه مع الحلحال. بعد ما فار الطعام تاعنا نحطوه باش نرشوه. انا ما نزيدوش الحلحال المده باش يطيب ولا انا كيما ما نديروش الحلحال، الحلحال ما ياخذش وقت في الطياب ولا الحلحال عادي راك شيا، هو نكهه، نكهه ودواء. نحلو طعامنا، نخدمو طعامنا عادي عادي. هذا الطبق واش من مناسبه ديرو بزاف؟ ماشي مناسبه، شوفي اولا يندار دواء ونكهه تاع الربيع. قلتي لي قبل الحصه قلتي لي الدواء للنفس، للنفسه نفسه نديروه له حنايا، حنا في الربيع ما يفوتش علينا باش نديرو طعام الحلحال. لازم، ماشي لازم بصح شغل نكهه من عادات والتقاليد، من عادات التقاليد، وماشي زعما مش تاع دائما، شغل يجيك هكا فرصه باش ديريه، فرصه باش ديريه، باش ديريه بات تكون عند، بس هذاك الوقت اللي ينوض هو في الربيع، ينوض البرده تاعو، ينوض تروح صافي، نختاموا الفرصه باش نطيبوه. جاب لي ربي ناس قلال اللي يعرفوه. ناس قلال. خلطوا طعامنا مليح. نحلوه كاع في القصعه تاعنا. نحلوه. نحلوا طعامنا كالعاده. كما ما في اي مرأة جزائرية. صح. اي مرأة تقدر تقدر تديرو ساهل. حطوا ساهل. ماشي صعيب. برك هذا الحلحال ناس ما تعرفوش. احنا سينا باش نقدموه، نعرفوا به، نعرفوا به علينا، وفيه رائحه طيبه شهيه. هاي الريحه لحقتني. لحقتك الريحه هكا. احنا الامهات تاعنا بكري، امي ان شاء الله ربي يطول في عمرها، بكري كانت ماشي زعما ما نديروش هكا، دقيقه اللي نجيبوه كنا نطلعوا معاها هكا للجبل، كنا نروحوا معاها تجيبوه، نروحوا نلقطوه نيبسوه، ماشي زعما في هكا زعما نهار غدو من ذاك نخدموه. غير ديروه تجيبسو تخدمو من غدوة. نخدموه ويما ما كانش دير طعام هكا زعما مفتول. يما كانت تفتلو لنا ديك دقيقة. في ديك دقيقة. تفتل طعام ديك دقيقة، تفتل معاها الحلحال. مليح. هاكي تشوفي بنتي. نحلوه مليح. نحلوه مليح. طعامنا كيكون شباب، الإنسان دائما يختار النوعية الجيدة تاع الطعام. باش يقدر. قلتي لي نتوما تفتلوه. حنا نفتلو طعام تاع الأولى. نفتلو. نفتلو. مليح. نطعم نفتلو، دوكا نخلوه يريح 10 دقائق، 10 دقائق هكا قد ما يشرب الماء تاعو، نعاودو نديرو تفويره ثانيه ويطيب مع بعضها، يطيب مع الحلحال، يعطيلو الريحه تاع الحلحال، وندهنوه
شويه سمن راك خاطر نديرو زيت الزيتون ونديرو له السكر. نستناو كي بس كي فور طعامنا نديرو السمن نديرو غير شويه سمن شويه كاين اللي ما يحبش السمن يكون ما يحبش الريحه نتاعو ولا ما نقدرش ندير بلاصو بحاجه واحده اخرى زيت الزيتون زيت الزيتون نستناو طعامنا يفور. احكي لي شويه خالتي فتحيه على الاطباق التقليديه في المشهوره في منطقه خميس مليانه. واش نقول لك بنتي خميس مليانه معروفه باطباق ياسرين عندنا عندنا والفول والبن والرايب. وفي الشتاء ديروا مسفوف. في الشتاء نديروا لا لا في الشتاء نديروا مرقه. مرقه. مرقه حمراء. حمراء. الفول كاع نخلطوا له كاع الخضر. الخضر. تاع الشتاء. تاع الشتاء. وفي المناسبات العاديه العادي. عادي. كل واحد واش يدير. كل واحد واش يحب يدير. صح خميس مليانه معروفه بالطعام. معروفه بالطعام. معروفه بالطعام. يعني اي واش في ختانه تاع الطفل يديروا طعام. سابع يديروا طعام. زيدوا معاه شوربه شلاضه ولا شلاضه ولا هذا واش عندنا او طعامنا فار حطوه رجعوه في الجفنه نجيو طعامنا شوفي ريحته ريحته هايله ريحته هايله كنا حطينا السمن من قبل كنا حطينا السمن في الجفنه من قبل باش يذوب لنا وكنحطوا عليه طعام سخون يعاود يزيد يذوب اكثر يزيد يذوب نلمو طعامنا الكسكاس باش يدخل فيه السمن يدخل فيه السمن ما نكثروش السمن خاطر راح نديرو له زيت الزيتون غير شويه ودوك زيت الزيتون يغلب على الريحه تاعو تغلب يقعد هو اللي يبان اكثر يبان اكثر ويطعم الحلحل معروف بزيت الزيتون يجي مع زيت الزيتون وشوفي قلت لك الاولا قلت لك هو نورمالمون ما يندارش هكا هو يندار قلت لك نجيبو الحلحل عادي عادي في في, في وقته هكا من الغابه نفت له هذيك الدقيقه مع الطعام غير تجيبوه من الغابه تفتلو في نفت له هذيك الدقيقه باش ناكلوه صحيح باسكو يكون يابس ويكون تروح الفيتامين تاعو بالك تنقص راكي تشمي في ريحته دوكا نحطوه في طبق التقديم بعد ما كملت خالتي فتحيه تحضير طبق طعام بالحلحل نروحو نشوفو تحضير طبق الثاني دوك نفوتوكم طبق الثاني اللي اخترتو لكم هو سفيريه بالدجاج سفيريه بالدجاج سفيريه بالدجاج ايه قولي لنا المقادير هذا الطبق المقادير هي عندنا الدجاج الدجاج عندنا البصل عندنا الحميصه كنا شمخناها من قبل اي وجدناها من قبل ايه عندنا المعدنوس ايه وعندنا لي زيبيس عندنا القرفه بودره ايه وعندنا الفلفل الكحل وعندنا الملح عندنا الزيت عندنا البيض ربع بيضات ولا ماشي شرط ماشي شرط انت واش تخلطي الخبز تاعك واش تعمري تقدري تشمخي الخبز تاعك تشمخي عندنا الحليب وعندنا الفرماج اي نوع من الفرماج ولا اي نوع فرماج طري طري فرماج طري وعندنا الماء وعندنا الماء عندنا الخبز بايت بايت يومين ولا ما نقيسوهش كي صباح عندنا ما نقيسوهش ما نقيسوهش باش نحافظوا على الخبز تاعنا نشمخوه بالحليب ونزيدوا له فرماج نزيدوا له عظمات هو الاولين
ونشمخوه ويتفتت. يتفتت وزدوا له الفرماج، زدوا شويه قرفه، شويه فلفل كحل. ونخلطوه. نصنعوا خبيزات ونقلوه. ونقلوه. ندوروه. في الزيت. نقلوه في الزيت. ثم نحطوه على جهه، كي طبنا المرقه تاعنا. نحطوا ذيك في الطبسي تاعنا تاع التقديم. ونشبحوا السفيريه تاعنا من الفوق ونشمخوها شويه بالمرقه. هذه هي السفيريه. سما اكله اقتصاديه، ما نرموش الخبز نديروا بها سفيريه. مليح. ماذا بينا لو كان الناس دائما يديروها لولادهم باش ما يرموش الخبز. ما يرموش الخبز حتى ياكلوها دراري. وبنينه. نبداو بنحطوا الزيت في المقلة. نحطوا الزيت، لا في القدرة. في القدرة باش نطيبوا الدجاج. بسم الله. كاين ما يحبش الليدان بزاف، لا يحط غير شوية زيت. الدجاج ما فيش ليدان بزاف. مش كيما اللحم يكون فيه شحم وكاع. حطوا الدجاج تاعنا. شغل راح يتقلى. يتقلى. حطوا دجاجنا، حطوا الملح. ديروا الملح. وفلفل الكحل. فلفل الكحل والقرفة. والقرفة. نديروا غير شويه القرفه باش ما تكحلناش لاصوص. باش ما تكحلش، ولا عندنا القرفه عود نديروا قرفه عود. نقلوا زيدوا البصل. المقادير تاعنا. زيدوا البصل. البصل تاعنا. اللي كنا سكرفجناها. سكرفجناها. حبه متوسطه. حبه متوسطه. متوسطه. نقلوا الدجاج تاعنا. خلو الدجاج تاعنا يتقلى شوية. نغطو عليه. نغطو عليه. ما بين نحضرو ال لا ماشي ما بين نحضر، لا لازم نمرقوه قبل ما نروحو ل نمرقوه ونخلوه يطيب وحنا نروحو نحضرو الخبز تاعنا. معليش. كي نمرقوه باش نديرو الحميصة. الحميصة. خلو يتقلى غير على نار قليله. نار قليله. باش ما يتحرقناش البصل. البصل. باش ما يتحرقش البصل. يدي نكهه. في التقليه. في الماكله بلي تجيب لها تقليه ما تجيش بنينه. ما تجيش بنينه. ما تجيش بنينه. ولا كتسرو لها الماء بزاف. ما تجيش بنينه. والماكله وهذه حاجه خفيفه، الدجاج بالخفيط. بالخفيط. ما لازمش نديروا الماء بزاف. الدجاج ما عندوش وقت بزاف، ما يديش وقت بزاف في الطياب. واحد 10 دقائق ولا ماشي 10 على 20 دقيقه. يطيب الدجاج. نزيدوا الماء تاعنا. نزيدوا غير شويه. غير شويه شويه قد ما نغطوا. عندنا الخبزاني احنا بكري كانت يما الله يذكرها بالخير وان شاء الله ربي يخليها لنا ان شاء الله. يما كانت بكري الصباح كي نوضوا دير تقلي لنا الخبز. الخبز اللي يكون صابح. ديروا لنا هكا طراف تقليه لنا مع الصباح باش نشربوا به قهوتنا. مليح. سما في خميس مليانه الخبز ما يرموهش كامل. ما نرموهش. نستغلوه. نستغلوه. مليح. كنا بكري ثاني الخبز كي نديروه مقلي نديروا له البيض، نديروا الحليب،
والبيض نديرو غرفيه تاع حليب وغرفيه تاع بيض. نفوتوه في البيض نفوتوه في الحليب هو الاول. الحليب ومن بعد البيض. البيض ونقلوه. يجي ما شاء الله. يجي مقرمش وبنين. يجي شباب. نزيد له السكر من فوق ولا كذا الدراري ولا معجون. شتي ومقدورك. اي عندك نوع بزاف اللي عندك بزاف ديري بزاف ما عندكش ديري الكميه اللي عندك. باسكو هو يدير بنه برك هي بكري بكري امهاتنا ما كانش يديروا فيها الفرماج. فرماج نزيد بتاع طحنوه في المهراز. دوكا راه كاين الروبو. كاين الروبو كلش ساهل. كلش ساهل. نخبوه في البلارات. كي تبغي تصنعي البسبوسه تجبديها مع في الحشيه هكا لولادك. ديري كيله بكيله، كيله بكيله تاع خبز. خبز. بكيله تاع بزوج كيلات تاع ديري بيض. على حسب لازم تشمخي الخبز. لازم تشمخي. يتشمخ الخبز. ايه مقبل. بالحليب. بالحليب. ايه. سمحي لي. هذو هما لي زيبيس باقي نديرو في هذه الوصفه. هذو هما في هذه الوصفه. الاكله تاعنا بعد نسخن نديرو المقله تاعنا ونقلوها يديروا خبيزات ولا كويرات ولا كل واحد كل واحد يحب الشكل اللي يحبو يخرجوا يحبوا ايه الشكل اللي يحبوا تقدري تنوعي في الشكل كيما حبيتي.
قعدوا معنا باش نعاودوا نولوا نقلوا السفيريه نتاعنا. دركا نروحوا نقليو السفيريه تاعنا. بسم الله. مدينة خميس مليانة نقول لكم شهية طيبة. نتلقاو إن شاء الله في عدد جديد من حصة أطباق بلادنا. سلام.